foot. Amine Birouk. La Elia, Sifta. Fenir, Fenir. Donde está? Usted es el mejor. Le meilleur. وي تفضل تفضل عندك دي زوديتور واحدين اخرين عندي نوفل من كازا تستمر مع السي نوفل تفضل نوفل نوفل الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل نوفل اهلا وسهلا كنقول لكم واش مبروك بعد اول حاجه وهذه اول مره كنتصل بشي راديو نشد لي هذه المره هذه مرحبا الكره الحمد لله ديال الكره المغربيه كامله اللي كيحبوا تقريبا ماشي تقريبا كل شارع مغربي كيحب الزاكي لا كلاعب لا كمدرب والحمد لله الزاكي راه ما نحتاجوش يعني يلا نعرفوه ولا سميتو راه معروف تقريبا بالرغم من انه سوء الحظ من على الالقاب كما قال ولكن الحمد لله راه كيبقى اسطوره ديال الكره المغربيه ومن احسن الحراس اللي دازوا في العالم كامل تقريبا وكنتمنوا ليه مسيره موفقه ان شاء الله الى جا مرحبا به بالرجاء واخا حنا رجاويين وكنتمنوا يجيو الرجاء باش يقدنا شويه الفريق ديال الرجاء البيضاوي والحمد لله راه الاحترافيه ديالو اللي مازال ما لقاتش الارضيه هنا فين 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 يعطيه بزايد لانه الناس ما كيفهموش بالاحترافيه ديالو لو كان الزاكي بقى في الاسبان ولا فرنسا كما قال كان يكون عنده القاب يعني بكثره وكنتمنوا لي مسيره موفقه ان شاء الله وراه كلشي كيحب الزاكي شكرا عندي الله يخليك واحد السؤال ديال وديع قال لي سول لي الزاكي كي دايره لا غولاسيون ديالو مع الناصري والدرب والدرب الناصري يلاه دوز مع واحد اسبوع في امسوان امبيكابل كانوا بعض الخلافات هذه واحد ديك الوقت هذه ديال 2005 الحمد لله تمحات وصفحه بيضاء ياك صفحه بيضاء قول لي الزكي كنلاحظوا ملي كيركب في الطياره كيناس واش ملي كيمشي للباطو كيناس وكيناس واقف كيفاش هذا جات هذه الملكات لا هذا كيبين بان الزكي عنده لا كونسيونس الضمير تاعو مرتاح ما كاينش دي غولاسمون سي ديال شي في ايروبور ولا شي حاجه ثانيه كيتك على سريو كيناس هذه نعمه من عند الله عطالي شنو هو الالوان اللي كتفائل بهم لأن كاين شويه ديال التطير كي طماطم تبغي تلبسها كتبغي تلبس ملي كتلعب ملي كنتي كتلعب البلوسيه الشيبي واللي ما كتحملش اللي كتطير منها ما كترتاحش كان داك لو جون ولا بتي بيش حمر لعبت بيش حمر باخذ كنبغي نبدل الساعه حتى كنزق كيبان لا كيبان من بعيد لو جون كيشيروا عليك عشان كاعطين لك الفلوس تيبان ونهار تونس في نهار تونس في الرباط راه لعب صفر لعب صفر غادي نمشيو عند رشيد من كازا تفضل رشيد وي السلام عليكم وعليكم السلام سيدي تفضل وانا بغيت نقول واحد الكلمه في حق الزكي لان عزيز عليا بزاف ولي بالماريس اللي عنده انا واخا انتم يمكن ما تحسبوا جاك شي بزاف عنده كوب دي ترون مع الوداد جوج عنده دو فوا فيناليست ديال لاكاس مع الوداد وحده مع الكاس وحده مع كوب اراب وتخوازي ولا كاتخيام دي شوز عنده كاترون مع لا سيليكسيون ما عمرو خسر كاترون وصل الفينال نورمالمون حتى لي فينال كيتسموا بالماريس ووصل الفينال ديال 2004 وخرج 30 مليون فيهم العرجين فيهم الصمكين فيهم تخرج المغاربه كاملين كيشطحوا هذه سنين ما شفناهاش وشكرا والله يعاونكم ومسيره موفقه يا سي بيروك نعم الالقاب اللي كنعتز بها بكل صراحه هو الحب ديال الجماهير وهذه ما كتحيدش سواء ملي كنت لعب في المغرب سواء ملي كنت تلعب في مايوركا في مايوركا ما ديت والو ما بقى عقل على الاغنيه ديال التيران شنو كانوا كيقولوا في التيران ما بقاش ما الزكي قالت لك امك الله يرضى عليك وهذا يمكن هذيك اكبر لقب احسن لقب عندك رضا الوالدي وكذلك ملي كنت مدرب ديال المنتخب والحمد لله الراس المالي الصحيح وهذا الحب ديال الجماهير غناخذوا احمد من جديده والهلالي من سلاله هما اخر متدخلين في هذا البرنامج تفضل سي احمد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم عليك اخويا تفضل اخويا الزكي راه كبير عندنا وهذا وبغيت نقطي على واحد الاسئله كانوا قبل هما كيدوروا لي بدماغي هو بالنسبه للكوان هو خسر مع تونس بلا كوب دافريك في الفينال ديال لا كوب دافريك اللي كان بامكاننا نجيبوه
خسر بفلطه ديال الجول تفهمي، وبخسر ثاني يعني التعادل اللي كان مثابه الخسران ديال لاكوب دي مون بالسنغال. وبالنسبه للذاكره كبير، وزعما اللي هو كان داز جول يعني لي فاي ديال الجول غادي يكون يعرفهم هو من الاول من لونطريمون داكشي. انا جرموني شادي بلوتو ما تعطاتوش فرصه في المنتخب المغربي، وسيرتو فاش كان الزاكي مدرب يجاوب لي على الاسئله. الله يحفظك. احنا كنشوفو كيسمع لك الشاد اللي ما تعطوش فرصه ملي كان هوري ميشيل وملي كان كويلو وملي كان الشاد اللي مازال عنده ديك الساعه 23 24 سنه. لقيتها ملي جيت انا كان ديك الساعه باقي فور، كان جرموني فور، كان فهامي توا مزيان، من بعد جاسي نوح. هذا بالنسبه لي انا، ف كان نحترم الشاد اللي نقدر نقول لو غارديان لو بلو تيتري اللي كاين في المغرب. ما كانش محظوظ مع المنتخب لان كانوا حراس ديك الساعه واجين عليه او عندهم لو بروفيل ديال لافريك. اخر متدخل هو السي الهلالي من سلا. السلام عليكم سي الهلالي او سي هشام من سلا. سي هشام. هشام قلتي له الدربي عيطوا ياك سي هشام. تفضل هشام. وا سيدي كنسمعوا لك. تحيه لكم بزاف كبيره، وتحيه للسي الزاكي اللي كنحبوه حنا بزاف، لا كلاعب لا كمدرب، لان الزاكي نورمالمون سابق العصر ديالو. حنا العصر ديالو باقي ما بقاش الارضيه ديال الزاكي. الزاكي كنعرفوه انه الا كان دخل المدرب بريزيدون ما يخرجش عنده الفيستير، وهذه الناس باقي ما بغاوش يتقبلوها. حنا الزاكي كيبقى مصنف في التاريخ ديالنا انه احسن حارس في افريقيا، وخدا لقب ديال احسن الحارس في افريقيا الكره الذهبيه، وهذا شرف لينا كبير. وحنا دابا كمدرب صراحه نقول الزاكي تعال على هادو، باقي ما عندناش الارضيه ديال ان الناس يتفهموا العقليه ديال الزاكي. الزاكي هو محترف قبل ما يدخل الاحتراف المغرب، فاذا الناس باقي ما فاهمينش هذه القضيه. باقي الناس، لان دابا ملي كنشوفوا في الوداد انك كتفرج كتدخل برنامج الوداد اللي ما كتماركيش كلشي كيعاير الزاكي. ملي كتماركي الوداد هذا الزاكي، ولكن الناس خصها تفهم لو جو كيفاش كندير الوداد. راه جا وقع فرقه ما كاينهاش، فرقه وصلنا بها دور فوا الكوب داراب فينال ديال الكوب داراب وما كانتش عندنا فرقه. اذا هذا كيبرهن على ان الزاكي كبير، ويبقى ديما كبير في التاريخ ديالنا وفي القلوب ديالنا يبقى ديما كبير. شكرا. وكاينين الناس اللي كيما كيقول لهم هو السي الزاكي كيقول لهم اعداء النجاح، هما اللي ما كيخليوش هاد الناس يخدموا هاد البلاد. راه هما اللي ما كيخليوش الناس يخدموا هاد البلاد. كما قال لك في الكوكب نط عليه درجه كبيره. جا فتحي جمال ومشى، ما قال لك حتى شي واحد، حتى شي صحفي ما قال لنا فتحي جمال راه مشى. وما عرفناش فتحي جمال علاش مشى. الزاكي باقي هنا وباقي النتائج كيوصل كيلعب وكيخسر في الاخر دقيقه، وكتنط الصحافه كلها الزاكي لا الزاكي داير الزاكي فعل الزاكي. فتحي جمال جا للكوكب ومشى، ما عرفناه لحد الان كاين الناس اللي ما عرفوش بلا فتحي جمال جا مورا الزاكي. وغدا غيكون هنا فتحي جمال باش يجاوب كذلك على الاسئله. مع الله، واش هذه مصادفه انت اللي درتيها انت؟ تامو رونديفوات تامو رونديفوات دومون غسوا ان شاء الله جمال فتحي ان شاء الله. الوغ غادي كاين واحد السؤال قال لك الزاكي واش عمر التوانسه او الجزائريين يعني تقدموا بطلب باش تدرب المنتخب ديالهم او لا تدرب يعني او يعني قدموا عرض من هذا النوع هذا؟ لان كانت الصحافه كتنشر بعض الاخبار بانه الجزائر مرات تونس مرات ليبيا. انا مسؤول ديال الفيدراسيون ديال تونس، كانت الفكره حطوها باش يمكنهم يتصلوا بيا، قال لي انا واحد منهم، ومن بعد غيروا الاتجاه تاعهم. بالنسبه للجزائر لا، رغم عندي انا علاقه كبيره مع مشروع روا ما راكش. وليبيا الياس ليبيا بيسك ليبيا في 2006 كانت مشيت قعدت تما نيتو. شنو ما عجبكش شنو ما خلاكش تمشي يعني تستمر في المغامره؟ ماشي لان فرضوا عليا نجيب واحد وستاف من تما، ملي ما قبلتش. انت كتخدم بالميم ستاف؟ خصني ندي ستاف تاعي، الا بغيت نجح خصني ندي ستاف تاعي، ما يمكنليش خصني نبدا ناثر في اللاعبين كيفاش طريقه العمل والتعامل. وعندي تا ستاف تا هو عنده ديزابيتود اللي خصني نبدا نصطدم معاهم، خصني لان سر النجاح ديال اي مدرب هو ستاف اللي كيفهمه، وبالاخص في منتخب. فتاح لعندك شي سؤال اخر، لان انا بغيتك انت اللي تختم اليوم الفيلم. اييه لا ماشي مشكل.
كاين 3 ايكيب بارتيسيپونت في لي كومبيتيسيون افريكان. كيفاش شفتي لي باركور ديالهم ثلاثه؟ كاين الماس، كاين الرجاء، كاين الوداد. اولا الرجاء كنعرفوا المشاكل اللي كتعيشها وكذلك. حتى واش استغربتي من هذه المشاكل؟ لان كما كان حال بطل المغرب في شهرين تقلب كل شيء. في المغرب وبكل صراحه في الدار البيضاء ما يمكنلكش تستغرب، وبالاخص في فروق من حجم الرجاء ومن حجم الوداد فهادشي كيوقع. الرجاء كنعرفوا كما قلت المشاكل اللي كتعيشها، وحتى الكره ما كتنصفهاش. ما كنشوف الرجاء تقريبا 4 و5 الماتشات باقي ما بقاش ثابت، رغم اللعابه اللي عندها في الخط الامامي من العيار الثقيل، وتنظن صعيب باش يمكن لها تكمل في المشوار. الوداد كيخصها انتصار مع الاهلي باش يمكن لها تدوز. وتنظن كيفاش خص الوداد تلعب باش تنتصر مع الاهلي؟ شنو التصور ديالك؟ شنو يعني انت كمدرب سابق للفريق كتعرف الجو، كتعرف لا بريسيون اللي كاينه في كازا، كتعرف الكره المصريه، نصيحه ولا جوج اللي يمكن لك تقدمها لله لوجه الله؟ لا ما يمكنش نقدم ماشي تكتيكيا، لا لا اللي غادي يمكن لي النصيحه هي والجمهور كيخصو عاوتاني يتكاثر بكثره في الملعب، بحال الشكل اللي شفنا في المباراه ديال الترجي ديال الترجي. وما كيخص عاوتاني الجمهور يدفع اللعابه عوض يلعبوا اسرع ولو يتسرعوا. الهدف انتصار بواحد الصفر، غادي يمكن له يدوز الوداد المباراه ديال نصف النهائي. هذا بالنسبه ليا. والوداد الا شفنا الاهلي الان كيف دايره الوقت الساعه كيف دايره، فالوقت عندهم الامكانيات باش يمكن لها تربح الاهلي بالطريقه والحصه وكذلك الفرجه. ولكن حنا الان كوداديين كنطلبوا غير النتيجه، وان شاء الله غتكون لصالحنا. بالنسبه للمغرب الفاسي، فالمغرب الفاسي انا كنوه بالعمل اللي كيقوم به صديقي وزميلي رشيد الطوسي في المغرب الفاسي، واللي اعطى فريق نموذجي وفريق اللي كتفتخر به العاصمه العلميه والناس ديال فاس. تنظن بشويه ديال الحظ، لان الحظ لا بدك خاصو يكون في كره القدم، لا بدك خاصو يكون في الحياه، يمكن نشوفوا كاس افريقيه مناسب للمغرب الفاسي. شكرا زكي على قبولك الاستضافه ديالنا، وعلى السعد يعني صدر الرحب اللي جاوبتي بها على جميع الاسئله اللي تطرحت لك. كنشكروا عبد الفتاح علوي. دوما رونديفو مع فتاح.